بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنصب خرسانة عادية لدور أرضي في قطعة 276 متر، وهنعرف الكميات بتاعتنا وهنعرف التكلفة كلها بالكامل، فخليكم معانا. أول حاجة عندي السن. إحنا جبنا جرار سن 67 متر، ده سن عتاقة، والرمل 48 متر، و14 طن أسمنت. طبعا ما تنزلش كمية الأسمنت مرة واحدة، يعني أنا في الأول نزلت 10 طن أسمنت، وبعد كده على قد ما بحتاج بطلب. بنصب العادية بشكارة، مفيش حد يصب بتلات أرباع شكارة ونص شكارة عشان الإجهاد يا جماعة. مهم جدا موضوع الإجهاد ده. أنا النهاردة عايز 5 شكاير في المتر، وكان عندي بعد الصبة ما خلصت 60 متر مكعب. الستين في 5 بيساوي 300 شكارة على 20، يعني بتتكلم في 15 طن. إذا كنت أنا صبيت العادية بشكارة وجابت 14 طن فده معدل كويس، يعني لما يكون في فرق طن اقل ده معدل كويس، لكن ما يبقاش الاقي ناس صب عاديه بسبعة طن وبثمانية طن، انت كده بتقلل اجهاد الخرسانه، والخرسانه العاديه مهمه جدا، لان دي اللي انا بعمل بيها. اولا بعزل التربه عن الاواد المسلحه، وكمان بعمل بيها تسويه لسطح الارض. انا سطح الارض ده بيبقى عندي ارتفاعات ومنخفضات في حدود الخمسة سنتي، عمر اللودر ما هيدي لك التسويه اللي انت عايزها وانت شغال. طيب ايه اللي بيديني التسويه النهائيه للارض؟ الخرسانه العاديه. انا بعمل تسويه وبعمل طبقه نظافه افصل بيها التربه عن الخرسانه المسلحه. وبفصل بيها ليه؟ لان عندي الاواعد المسلحه فيها حديد، والفصل ده مش اوانطه، لا، الفصل ده مخصوص عشان احمي الحديد في الاواعد المسلحه. الحديد لو وصل له اي رطوبه وحصل له اكسده بعد كده هيمشي فيه برومه، بعد كده الحديد ما بقاش ليه وجود، بقيت عندي الاواعد بدون حديد. ثانيا بعد صبت العاديه والمسلحه بعزل ببوتومين سواء على البارد او على السخن. طيب دي تربه رمليه، والمهندس المصمم اللي عامل الرسومات عاملها 30 سنتي. احنا بعد ما بنصب واحنا شغالين 30 سنتي بتصفصف في الاخر والله على 25، يعني هتلاقي الصب عندي من 25 ل 30 سنتي. فالناس بتستهتر بموضوع العادية وما بيصبوش العادية ساعات، وفي ناس لما بيصبوها يا ريتهم بيصبوها صح، لا تلاقيه بيصب العادية بعد اخر الصبة تلاقيه صببها بنص شكارة في القلبة، صببها بشكارة الا ربع، وتبص تلاقيه اخر الصبة موفر بالخمسة ستة طن سبعة طن. انا لو بصب العادية على المسطح كامل هتاخد 20 طن اسمنت، فانت لما تصبها على المسطح الكامل بسبعة تمانية طن يبقى انت بتهزر. انا عندي التكلفة كام؟ انا عندي 67 متر مكلفني 15410، ده بالنسبة للسن، ومصنعية 5000 جنيه، وعندنا الاسمنت 14 طن ب 26320، سعر الطن النهاردة 1880، وعندي 48 متر رمل في 100 جنيه ب 4800 جنيه، ووصلنا مية ب 500 جنيه، يعني بنتكلم في 52300. ده كده الخرسانة زاد المصنعيات. ناس بتستكتر التكلفة ويقعد يوفر في اسمنت ويوفر في سن ويوفر في رمل. خلي بالك ان الصنايعي اصلا ما بيبقاش عايز يصب بالكميات دي، يعني لو اي واحد نجار ان كان عليه او بتاع خلاطة ان كان عليه عايز يصبك العادية 10 سنتي. ليه؟ خلص صبتك سريع سريع وامشي، كده كده انت هتقبض فيها مصنعيه 5000 جنيه. لا مفيش الكلام ده، الكلام المظبوط ان انا اصب العاديه بالسمك بتاعها المظبوط، وتاخد الخرسانه بالمظبوط، وتاخد اسمنتها بالمظبوط، والسن والرمل بالمعيار بتاعنا، ان السن لازم يكون ضعف كميه الرمل. ده شكل الصبه، هتلاقينا دقين خوابير في وسط الارض عشان المستوى الليفل بتاع العاديه لازم يكون كل المسطح بتاع العاديه مستوى واحد، عشان لما احط الخرسانه المسلحه فوق ما الاقيش قاعده عاليه وقاعده واطيه والكلام اللي بيحصل ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وفهمتوا منه حاجه، ويكون المعلومه وصلت والتكلفه الناس كلها عرفتها. اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، ومستني اسئلتكم. شكرا.